أعزائي المشاهدين، كنا نتحدث في الحديث السابق عن اختيار المنصور لموقع بغداد لتكون مدينة أو ليبني عليها مدينته الجديدة حاضرة الدولة الإسلامية والمركز الأهم في العالم الإسلامي في ذلك العصر. وقلنا أن اختيار هذا الموقع لم يكن اعتباطاً ولا عشوائياً، يعني كأنه أراد أن يبني فبنى، وإنما كان مبنياً على أسس علمية صحيحة. استشار عدداً كبيراً من الناس، سمع الأقوال المتضاربة، لم يصغي لمن جامله في اختيار هذا الموقع دون ذلك، حتى أن أحدهم كان يبدو يعني يحسن له شيئا ويقول له: هذا ما تريد؟ قال: لا تسألني عما أريد، أسألك عما تريد أنت. يعني كيف تتخيل هذه المدينة في أي بيئة تكون؟ يعني كان يريد أن يسأل الناس آراءهم وأفكارهم. واستدعى عددا من سكان المنطقة بعد أن استقر لديه أن موقع بغداد موقع مفضل على الأقل، سأل أبناء المنطقة، اختار المناطق أو الأقطاعات، رؤساء الأقطاعات الرئيسة في منطقة بغداد في جانبيها الكرخ والرصافة، يعني الجانب الشرقي والغربي، وجاءوا إليه. ذكرنا أن من هذه المناطق كانت المخرم، يعني جاء رئيس أو أقطاعي هذه المنطقة المخرم. المخرم هي المنطقة التي يعني نسميها اليوم العلوازية حتى جسر الصرافية. وأيضا كان رئيس أو أقطاعي قرية بغداد، القرية التي ظلت تحتفظ باسمها القديم منذ عهود قديمة، والتي غلب اسمها على اسم المدينة الجديدة فيما بعد، ومناطق أخرى، كل واذا ورح البطريق وغير ذلك، كل أدلى له برأيه وبحسب علمه ويعني وتقديره. لكن صاحب بغداد كما تسميه المصادر، يعني رئيس القرية، أدلى له بحديث مهم فعلا، حتى أن المؤرخين سجلوا تفاصيل هذا الحديث. قال له: يا أمير المؤمنين، إنك لو اخترت هذا المكان ستكون قد تمتعت بموقع فريد فعلا. هنا في هذا المكان حيث يتوسط دجلة والفرات، أنت حصين بهذين النهرين، الناس يحفرون الخنادق حول مدنهم، وأنت ودجلة والفرات هما الخندقان اللذان يحميانك، يحميان مدينتك. هذان النهران ليس فقط يعني لهما أهمية عسكرية، ولكن لهما الأهمية الاقتصادية الكبرى. تأتيك البضائع من أرمينيا، أرمينيا كانت الأناضول أو القسم الجنوبي من الأناضول، ومن بلاد الشام، وتأتيك بضائع الصين عن طريق دجلة، كأن بغداد قريبة من الصين. فانظروا إلى ذلك الفكر البعيد. الصين كانت سفنهم تصل إلى العراق منذ قبل الإسلام، حتى لدينا نص يقول بأن سفن الصين كانت تصل إلى بحر النجف وترسو هناك. يعني كان العراق علاقات مع بلاد بعيدة كالصين والهند. قال: هنا أيضا تستطيع تأتيك السفن من الصين وتحمل معها تجارات الصين وتجارات الروم وعن طريق دجلة والفرات وأرمينيا والشام، وعد له المناطق التي يمكن أن تصل بضائعها إلى هذا الموقع. ما معنى هذا؟ بمعنى أنك لو قلت الأرزاق في هذه المدينة يمكن للأقاليم المجاورة أن ترفدها بما يبقي، بما يمكن أن يمدها بأسباب الرزق.
وهذا حقيقة ما كان يريده المنصور حينما قال: أريد مكانا يحتمل الجند والرعية. يحتمل يعني يتسع لسكن الجند والرعية، وأيضا يمكن أن يكون مصدرا يعني كافيا لإعالة هذا العدد الذي سوف ينمو مستقبلا وينمو لإعالته من حيث توفر الأرزاق. إذن هذا الرجل ضرب على الوتر الذي كان يريد أن يسمع عليه المنصور هذا النغم، وهو أن الموقع هذا له قدرة على الاستيعاب، استيعاب الناس، وله قدرة على أن يتلافى أي احتمال لمجاعة تحدث، لضيق في الرزق، لأي أزمة يمكن أن تهدد حياة الناس. المنصور تأثر فعلا بكلام صاحب بغداد، وكان هذه الكلمة هي الحاسمة في الاختيار. ولكن أضاف صاحب بغداد هذا كلمة أخرى جميلة فعلا. هذا الرجل كان لا نعرف اسمه، ولكنه كان يعني بعيد النظر تماما، وهو حقيقة صاحب الرأي الأول في اختيار الموقع، وهو الذي أقنع المنصور. قال له: هنا في هذين الجانبين، لا يقصد قرية بغداد الذي حددنا موقعها عند ملعب الكرخ، ولكن في هذين الجانبين، الجانب الشرقي على طوله والجانب الغربي بطوله، هنا 4 وحدات إدارية، إدارية زراعية تسمى تساسيج، جمع تسوج، وهو كان نقول وحدة زراعية إدارية. هنا في بغداد أو في منطقة بغداد 4 تساسيج، في الجانب الشرقي تسوجان، تسوج نهر بين اللي يسقي، نهر بين كان نهر يأتي من الخالص، طبعا الخالص لم يكن كما هو الآن، كان في أيام النهروانات نهر متدفق عريض، كان يأتي نهر من هناك فيسقي الجانب الشرقي أو شمالي الجانب الشرقي، ويشكل وحدة إدارية اسمها تسوج نهر بين. وفي الجنوب منها كان هناك تسوج آخر اسمه تسوج نهر بوق، ونهر بوق نهر آخر كان يأتي أيضا من نواحي ديالة ويصب في دجلة. وآثار هذا النهر معالمه ظلت موجودة حتى يعني وقت قريب قبل عقود من السنين، وأنا قد رأيتها أنشئت عندها معامل الطابوق القديمة في يعني قريبة من طريق معقوبة القديم. هذان تسوجان خصبان في ذلك الوقت، لأنهما كانا يأخذان مياه السقي من نهرين عظيمين يأتيان من الشرق، من ديالة ومن الخالص. وأما الغرب قال صاحب بغداد فهناك تسوجان ربما أكثر غنى من التسوجين السابقين، اللذان هما تسوج قطربل، وقطربل هي اسم أرامي قديم فيما يبدو، يشمل المنطقة الممتدة تقريبا من يعني شمالي أو من جسر الصرافية تقريبا من هذه النواحي صعودا إلى طريق الموصل. كانت منطقة نزهة وكثيرة الكروم وغنية بالزراعة. وفي جنوب هذا التسوج تسوج آخر، يعني وحدة زراعية أخرى، هي تسوج كلواذا، وكلواذا أيضا اسم أرامي قديم، كانت منطقة زراعية مزدهرة تماما، وهي الآن يعني الكرادة، نسميها الكرادة. وقرية كلواذا هي تحت بالضبط، آثارها تحت معمل الجلود في قرب ساحة الحرية في الجانب الغربي. هذه التسوجات 4 تمثل الوحدات الإدارية الزراعية، كل منها كان غنيا بمياهه وثريا بثروته الزراعية. فقال له: لو اخترت هذا المكان، إذن هذا المكان يتسع لأي نمو مقبل.
يعني هذا الرجل أدرك ما كان يريد المنصور تماما. المنصور كان يريد مدينة عالمية، من أقواله، من اختياراته، من تعليماته في أعوانه في اختيار المكان، كان يريد مدينة عالمية، مدينة لا حدود لامتداداتها، تمتد يمينا وشمالا. وكان هذا الرجل يدرك تماما ما يريد، فقال له: مدينة لها مجال حيوي قابل لأن يستوعب أي نمو ممكن بالسكان، وهي ليس هذا من الأماكن الذي إذا ضاقت بسكانها خلقت ألف مشكلة ومشكلة، خاصة فيما يتعلق بالأرزاق. مناطق خصبة فيها مياه كافية وقادرة على إعالة أي عدد مقبل. فالمنصور أعجبه هذا وأدرك قيمة ما يسمع ووازنه بما سمع من قبل، فوافق على هذا الرأي فأصبح قرارا. هذه اللحظة كانت اللحظة الأهم في تاريخ بغداد كلها. يعني لو قال له آخر شيء آخر ربما كان القرار مختلفا، لكنه أصاب شيئا في وجدان المنصور وأقنع عقله، فقال: نعم، دمني هنا مدينة، أريد مدينة بهذه المواصفات. بناء بغداد لم يكن عملا هينا بكل الاعتبارات، لم يكن عملا هينا لأن رغبة المنصور لم تكن هينة، لم يكن يريد أن يبني هاشمية الأنبار أو هاشمية الكوفة، يعني كانت أحياء ملحقة بمدن سابقة، الأنبار والكوفة مدن موجودة سابقة. لم يكن يريد أن يبني بلدة أو مدينة عادية، حتى وليس كواسط مثلا المدينة السابقة التي أنشأها المسلمون في وسط العراق، كان يريد أن يبني مدينة متميزة، لذلك كانت إجراءات بناء بغداد متميزة فعلا. انظروا ماذا فعل. اختار صفوة مهندسي عصره وذوي الخبرة في بناء المدن، وطلب وأعطاهم تعليماته. هو لم يكن يتدخل في الأعمال الهندسية لأن كان يعرف أنه هو رئيس الدولة، أعطاهم تعليمات مركزية وترك لهم حرية التصميم، لكن حدد لهم أنه أراد مدينة مدورة. ما معنى أن تكون هذه المدينة مدورة؟ ولماذا كانت هذه الفكرة يعني رئيسية في تصميم المدينة الجديدة؟ المؤرخون القدامى قالوا أنه كان هذا يعني شيء لم يسبق إليه أحد. الآن وقد يعني تقدم علم الآثار والتاريخ نقول نعم، كانت هناك مدن مدورة، مدينة الحضر مثلا كانت مدينة تقرب أن تكون مدورة، ولكن تدوير بغداد كان مختلفا تماما، يعني كان شكلا هندسيا متقنا إلى غاية الإتقان، يعني في السنتيمترات، الذراع كان يمثل تقريبا 50 سنتيمتر، فبالضبط كذا ذراع في كذا ذراع، قطرها كذا ذراع، محيطها كذا ذراع، يعني بالسنتيمترات مضبوطة. والمدينة كانت هذه حقيقة الرغبة الأولى. أما الرغبات الأخرى أو التعليمات الأخرى، أن تكون مسافة مركز الحكم من أطراف هذه المدينة متساويا تماما، يعني قصر الحكم خلينا نقول بلاط السلطة أو دار السلطة أو قصر المنصور نفسه بالضبط في قلب المدينة، بالضبط لو قست يعني مسكت حبلا وقست بينه وبين أي جزء من المدينة سيكون بنفس الطول. وإلى جانب هذا القصر كان هناك المركز الروحي والاجتماعي والسياسي أيضا الذي هو جامع المنصور أو الجامع الكبير. ما معنى أن تكون مركز السلطة يعني مجاورة ملاصقا للجامع الكبير الرئيسي في المدينة؟ تلازم السلطتين، الأهمية الروحية والأهمية الإدارية والسياسية، هذا في قلب المدينة. وهناك فناء واسع يعني ساحة كبيرة حول هذا الخالية
ثم تأتي بعد ذلك يعني باقي أحياء المدينة. المهندسون نفذوا فكرته، ولا شك أنهم كانوا يعرضون عليه مراحل تخطيطهم وما أدوه في رسم هذا المخطط، وبالتأكيد كان يبدي ملاحظاته لأنه هو صاحب التعليمات التي كان حريصاً على تنفيذها. المدينة كانت حقيقة مدينة يعني فريدة تختلف عن الحضر. الذين قالوا أنه كان مسبوقاً بمدن أخرى كالحضر وغيرها لم ينتبهوا إلى أن المسألة تتجاوز الاستدارة إلى ما داخل هذه الاستدارة. هذه المركزية البالغة، قصر في وسط الدائرة، ساحة بنفس الأبعاد يليها عدد من الفصلان أو الفصيل يعني أقسام السكن، وعدد من الدور ودور الحاشية والجند وكذا والأسواق وغير ذلك، كلها بنظام هندسي متقن، وتحيطها الخنادق العميقة، ويحيطها سوران عاليان حصينان وعدد متساوي من الأبراج بين كل باب وآخر. كانت فعلا بهذه المواصفات تمثل إبداعا معماريا حقيقيا لم يسبق أن فكر فيه أحد. التجارب السابقة كانت مختلفة. المدن اليونانية مثلا، حتى التي بنيت في المشرق الإسلامي مثل جندي سابور وغيرها، كانت مدن مربعات، يعني مثل رقعة الشطرنج، مربعات متجاورة وخطوط متوازية ومتقاطعة. لكن مدينة دائرية بهذا على هذا النحو كان شيئا فعلا مختلفا وجديدا. يعبر هذا المشروع عن ليس فكر المنصور وحده، إنما تطور يعني الفكر السياسي والاجتماعي في ذلك العصر. المنصور لم يكن يعني يخطط من فراغ، كان يمثل قمة أو ذروة النضج السياسي والاجتماعي في ذلك العصر. مدينة يتساوى الرعية أمامه لابد أن تكون دائرية، لأنه في القلب سيكون كل الرعية أمامه بنفس البعد. مدينة لا يمكن أن يكون حاشيته أو يعني أتباعه في مكان أقرب إليه من سائر الرعية، فجعلها مدورة كما نقول الآن في الاجتماعات المائدة المستديرة، يكون الكل متساوين يقابل بعضهم بعضا دون أن يكون أحدهم في صدارة المائدة والآخر في نهايتها. أراد مدينة تمثل المساواة المطلقة بين الناس، كلهم بنفس على سواسية أمامهم، لا يفصل بينه وبينهم أحد شيئا. أراد مدينة حصينة فحصنها، فضلا عن تحصينات الطبيعة التي تحدثنا عنها. فعبرت مدينة بغداد الجديدة، لا أقصد البلدة القديمة التي حملت الاسم منذ عهود سابقة، عبرت عن تطور ونضج في الفكر الحضاري يعني للدولة وللمجتمع على حد سواء. بدأت مسألة ومشكلة تنفيذ مدينة بهذه السعة. لم تكن هناك تجارب سابقة لبناء مدن كبيرة بهذا الحجم وبهذه المواصفات. حتى نتصور سعة التصميم، المحيط كان يبلغ حدود 10 كيلومترات. في هذا التاريخ 10 كيلومترات هذه تمثل شيئا كبيرا، ونادرة هي المدن التي كانت بهذه السعة. نعم المدن تتطور من أن تكون قرية فبلدة فمدينة، والمدينة تتسع، ولكنه أرادها مدينة وحاضرة منذ اللحظة الأولى، يعني هي لم تمر بتطورات، جاهزة من الورق إلى الأرض. وبالتالي كان عليه أن يفكر
بالمواد التي تبنى بها هذا البناء الضخم، الأيدي العاملة، المهارات، كم من الحدادين والنجارين، كم من البنائين، كم من الجصاصين الذين يعملون الجص ويزودون البنائين بالجص اللازم، كم من المهندسين، كم من المشرفين على العمل، كم من الذين يعدون الآجر، قطع الآجر، الطابوق. عمل كبير، مشروع كهذا لو قيم به الآن لقامت مؤسسات ربما بإنشائه، ولاستغرق ذلك جهدا وخبرة وعملا كبيرا، لكن في ذلك العصر كانت تجربة جديدة تماما. وبالتالي ربما سيتاح لنا وقت في حديث مقبل عن إجراءات بناء بغداد وما استدعى بناؤها من إعداد إلى غير ذلك من الأمور. أستودعكم الله، والسلام عليكم.